صباح الخير ومكملين معكم بضمن مواضيعنا لليوم الأحد في دنيا يا دنيا. من ضمن الأخبار اللي تداول في جميع المواقع أيضا الأخبار هو فيروس إيبولا اللي عم بيكون للأسف في نسبة إصابة كتير عالية فيه، تقريبا 1500 حالة وفاة، يعني يتعدى حتى 1500 و3000 بالإصابة. لكن نشكر الله في الأردن لم تسجل حالات رسمية في وقوع حالات الإصابة بفيروس إيبولا. رح نعرف تفاصيل كتير مهمة عن هالمرض، ليش انتشر بهذا الوقت بالذات وتحديدا بغرب افريقيا، مع الدكتور محمد العبد الله. صباح الخير. صباح الخير. مدير الامراض الساريه والمعديه من وزاره الصحه، اهلا وسهلا فيك. اهلين فيك. صباح الخير للاخوه المشاهدين. اهلا وسهلا. فيروس ايبولا عم نسمع عنه كثير بالاخبار. نعم. ودائما بنحب دنيا دنيا نضوي يمكن على كل المواضيع اللي مش كثير عنا واضحه، بس نشكر صحيح. الله انه بالاردن رسميا بدايه ما في تسجيل. طبعا لحلات. هو في الواقع يعني في المملكه الاردنيه الهاشميه ما في، وفي الواقع ايضا في الشرق الاوسط لم تسجل حالات بمرض فيروس الايبولا. في الواقع يعني المرض مش جديد، اول ما ظهر عام 1976 ظهر في منطقه زائير اللي هي ما يعرف الان الكونغو. كان طبعا ظهور عدد حالات كان يفوق 300 حالة، وكان معدل الوفيات في ذلك الوقت عام 1976 88% من الحالات توفيت. طبعا سبب التسمية بالإيبولا لأنه القرى اللي انصابت بهذا المرض في عام 76 في زائير كان هناك النهر اسمه نهر إيبولا اللي بمر من هذه القرى، فسموه بمرض فيروس الإيبولا. يعني حسب نهر إيبولا صار نعم فيروس إيبولا. وهو من المعروف انه الفيروس يسبب الحميات النزفيه. هلا رح نحكي احنا عن الاعراض، ولكن نعم. الغريب انه متركز بافريقيا، تحديدا غرب افريقيا، في سبب جغرافي طبعا معين؟ السبب انه الحاضن لهذا المرض هو القرود وخفافيش الفاكهه والنسانيس، يعني هاي تتواجد بشكل كبير في تلك المناطق، ولا سيما غرب افريقيا وافريقيا بشكل عام. وترتبط بالعادات انه سواء تربيه هذه القرود وهذه الحيوانات في المنازل، وأيضا تناول الطعام بيذبحوها، يعني معايير النظافة بالضبط، حتى يعني حتى عند الإعداد يكون هناك تطاير للسوائل، لأنه انتقال العدوى عن طريق السائل الملوث بهذا الفيروس من الحيوان المصاب إلى الإنسان، ومن ثم من إنسان إلى آخر. فالسبب أنه انتشاره في المناطق أنه وجود المستودع الحاضن اللي هو القرود والنسانيس وخفاش الفاكهة، وأيضا هناك يتعاملون بشكل يومي مع تلك الحيوانات، ومن ناحية سواء ملامستها سواء تربيتها سواء تناول لحومها سواء أنها عند إعدادها، فكل هذا بيئة مناسبة لهذا الفيروس بالضبط وانتقاله إلى الأشخاص. ليش كل فترة عم نسمع عن فيروس؟ يعني ليش هلا هو من 76 بدأ أول مرة؟ هو من 76 لكن ليش هلا رجعنا نسمع حديثا عنه؟ حديثا يعني صار أوبئة بشكل محدود على طيلة السنوات اللي فاتت، ما وقف المرض الإيبولا، لكن اللي حديثا اللي ما تم تداوله أنه الانتشار في غرب أفريقيا انتشر في 4 دول في ليبيريا وغينيا ونيجيريا وسيراليون، وتعدت الحالات كما ذكرتي يفوق 3000 حالة، وكان معدل الإماتة 52% إلى 54%، يعني أكثر من النصف ماتوا. فهذا يعني أدت منظمة الصحة العالمية أنه أعلنت حالة الطوارئ في تلك المنطقة، ونبهت الدول أنه عليها للاستعداد، لأنه ممكن يعني ولو أن هناك احتماليات يعني تتفاوت بين دولة حسب قربها وأنه في حدود ولا ما فيش حدود، أنه هناك احتمالية أنه يأتي شخص، خاصة يعني أنه فترة حضانة المرض من يومين ل21 يوم، ممكن يكون عنده الإيبولا، فدعت أنه الدول إنها تحتاط. وأعلنت فعلا اللجنة الطوارئ المتعلقة باللوائح الصحية الدولية في منظمة الصحة العالمية أنه أصبح حدث غير عادي ويستدعي أخذ الاحتياطات، وأصدرت تعليمات كثيرة فيما يتعلق بالسفر وفيما يتعلق تمام. يعني إحنا بهمنا نعرف كيف الوقاية، وأنه إذا في أيضا لا سمح الله احتمالية أنه يدخل عندنا للأردن. نعم. ولكن الأعراض برضو يعني لما نيجي نقرأ عنها برضو متشابهة مع كثير أمراض، يعني عم نحكي عن سخونة، بنحكي عن إسهال، إعياء بشكل
بشكل عام، وطبعا مزبوط. في بعض الحالات بتكون مضاعفات اكبر، كلام صحيح. ولكن متشابهه مع كثير امراض، وهون يمكن هذا مقلق للاطباء في حاله التشخيص. نعم، هو كما ذكرتي كلام سليم، هو بيدخل زي ما احنا بنحكي طبيا بالتشخيص التفريقي مع امراض كثيره، لا سيما انه يعني الاعراض الشائعه في هذا المرض اللي هو الحمى والصداع والام مفاصل وتعب شديد وظهور نزوف داخليه او خارجيه، وممكن طبعا وغالبا تحدث المضاعفات في هذا المرض اللي هو فشل متعدد الأجهزة في وظائف الجسم. نعم، ومن ثم طبعا زي ما حكينا ممكن معدل الوفيات قد يصل في بعض الحالات إلى 90%. لكن ما يميز هنا أنه بالإضافة لهذه الأعراض اللي هو القصة السريرية والوبائية بنأخذها من المريض، اللي هو يا إما مخالط لحالة مثبتة عنده إيبولا، أو مثلا مخالط للحيوانات اللي أنا ذكرتهم، أو قادم من المناطق اللي أنا ذكرتها في غرب إفريقيا اللي أصبحت هي موبوءة. فإحنا لما بنأخذ القصة المرضية من الشخص بقول لك انا عندي تعبان وعندي صداع وكذا، طبعا بدايه المرض قبل ما نخش في المضاعفات والنزوف، بقول لك طبعا من القصه انه انا ذهبت الى افريقيا على المناطق هاي اللي فيها حالات وخلطت هاي حالات، فهون بنكشف انه في شيء غير احتمالية طبيعي إصابة. وبالتالي انا يعني كمان هون في مرض كمان كثير احنا بنرصده ومنتابع اللي القادمين الوافدين زي الملاريا بالضبط. فهون الملاريا ايضا تتداخل مع امراض كثيره، بقول لك عندي صداع وتعب واعراض ارتفاع الحمى وقشعريره، لكن هون لما بتاخذ من القصه بقول لك انا سافرت على افريقيا، فبتشك بالملاريا، بتشك بهاي الامراض صح. الحمى الصفراء وغيرها. طب الاشخاص القادمين مثلا من افريقيا كيف المفروض يتعامل معهم؟ الاشخاص القادمين طبعا بهمنا في النسبه لهذا المرض اللي هي زي كما ذكرت لك مخالطة لحالة مثبتة، مخالطة زي ما ذكرت تعامل مع هذه الحيوانات، فبالتالي هاي من القصة المرضية طبعا، وتتم متابعة هاي الحالات لمدة طبعا 21 يوم كما ذكرت لك، يعني المخالطين اللي هي فترة الحضانة بالضبط لهذا المرض. تمام. طبعا احنا طبعا خطوط مباشرة ما فيش مع تلك الدول، وزائد انه هناك الكثير من الاجراءات التي تم اتخاذها في هذا الصدد، منها انه احنا فورا عممنا على جميع المستشفيات باعراض المرض وشو هي الحاله المشتبهه اللي نشك فيها بالنسبه للاعراض. يعني المستشفيات صار عندهم خلفيه، كل جميع المستشفيات لديها حاله اشتباه بالضبط، ويجب ابلاغ وزاره الصحه مديريه الامراض الساريه. طبعا خصصنا مستشفى لانه لا سمح الله عند قدوم حاله مشتبهه يجب ان يتم العزل في مستشفى خاص وتطبيق وسائل وقاية شخصية، هناك احتياطات صارمة لأنه بالمناسبة من أخطر الفيروسات الموجودة على وجه الأرض. انت عم تحكي عن نسبة وفاة لا سمح الله تصل إلى 90%. نعم. المضاعفات للمرض دكتور إذا عم بيكون في يعني توجه للعلاج، سمعت في إبر صارت ما بعرف بالضبط. العلاج غير نوعي حتى هذه اللحظة، هو علاج داعم. المريض نتيجة للنزوف والمضاعفات التي تحدث لديه يفقد كثير من السوائل، يتم إعطائه سوائل وريدية، يتم إعطائه خافضات حرارة، يتم إعطائه الأدوية المدعمة، ممكن يعطوه كمان خوف من حدوث الالتهابات يعطوه أدوية مضادات حيوية طبعا. لكن علاج نوعي specific treatment لا يوجد، كذلك لا يوجد لقاح طبعا لهذا الفيروس، هناك أدوية ما زالت قيد الاكسبيرمنتال الدراسية والتجريبية، ولم يعني يتم طبعا خلينا نقول ترخيصها والسماح بمزاولتها حتى هذه اللحظة. تمام. بوزارة الصحة بتعتبروا عندكم حالة قلق من وصول الفيروس للأردن ولا بتعتبروا بعيد عن منطقة؟ هي مش حالة قلق، هي حالة تنبه وأخذ الحيطة، لأنه هناك إجراءات يجب اتباعها يعني سواء في المطار سواء حتى لو تم التبليغ عن حالة في الطائرة، هناك إجراءات عزل وإخلاء، يعني هناك إجراءات عزل حتى تتم في الطائرة وإجراءات إخلاء إذا تم التبليغ عن أي حالة. طبعا عملنا تنسيق مع شركات الطيران الأخوة في الملكية طبعا طواقم بالمطار. ايش المفروض الاجراءات اللي من ضمن معمل. الاجراءات انه يجب ان يكون هناك منطقه عزل في المطار، وهي من متطلبات اللوائح الصحيه يعني في حال وصول المسافر بالضبط، انه يكون في عزل
تعزل بمنطقة إذا تم طبعا الإبلاغ أثناء طبعا إقلاع الطائرة بدها تهبط الطائرة أنه في هناك حالة يجب مثلا مشتبهة طبعا شك فيها الطاقم الطيران، يجب إبلاغ طبعا الوزارة بالتنسيق مع شركة الطيران وبالتنسيق مع الأخوة طبعا في المطار طبعا، ومن ثم عزلها، وأيضا توفير سيارة النقل المصاب ضمن الشروط المتعارف عليها في العزل، هي كلها شروط عالية لأنه زي ما ذكرت الفيروس ممكن أنه يعدي. هذا طبعا إحنا ذاهبين في الاحتمالية طبعا حتى لو كانت ضئيلة، لكن يجب أخذ الاحتياطات اللازمة بالضبط، لأنه طبعا اللي بحكي لك لما في شغلة طبعا هي إيجابية قد تكون في هذا المرض، اللي هو خلال فترة الحضانة اللي ذكرتها من يومين لواحد وعشرين يوم يكون غير معدي، يعني ما في أعراض ظاهرة وبالتالي غير معدي الشخص غالبا، وببلش يعدي بس يصير عنده الأعراض، والشخص لما يصير عنده الأعراض بصير مجهد ومتعب، يعني مش فاضي إنه يحمل شنطته ويروح يسافر ويجي صح أو يتواصل بالضبط، إلا إذا كان طبعا شغلة إخلاء، وبالتالي يتم إبلاغ السلطات الصحية في البلد. إخلاء طبعا لدرجة الإخلاء بالنسبة لهذا المرض يحتاج لطائرة خاصة لأنه المرض والفيروس معدي. تمام، هلا من يومين ل 21 يوم اذا خلينا نحكي الحضان. ما بتخوف لانه ما بقدرش بالضبط بكون غير معدي مزبوط فيها. بس كيف بعدي؟ شو الطرق باللعاب؟ بالضبط طرق العدوى احنا بنسميها عن طريق الكونتاكت دايركت وان دايركت، اللي هي التلامس المباشر والغير مباشر. احنا ذكرنا انه اول شيء المرض يتم اخذه من الحيوان اللي ذكرتم، سواء القرده بالضبط القرده و الخفافيش، عن طريق طبعا السوائل وملامستها تنتقل إلى الإنسان. الإنسان يصبح معدي عن طريق الإفرازات وسوائل الجسم التي تحتوي على الفيروس، وممكن طبعا عن طريق طبعا الحقن والإبر الملوثة ونقل الدم، كلها طرق لنقل العدوى. العدوى يحتاج إلى تلامس، فبالتالي من هم المعرضين للعدوى؟ المعرضين اللي هم الأشخاص بنفس المنزل اللي بخالطوا الشخص المصاب، سواء بقدموا له عناية طبية لما بكون تعبان، وبالتالي راح ينعدوا. أيضا الكوادر الصحية اللي بتتعامل مع الحالات. هدول الفئات المعرضة والخطرة. ومن الحالات اللي ذكرناهم طبعا 3000 في نسبة كبيرة كوادر صحية، خاصة إذا ما لبسوا وسائل وقاية شخصية، لأنه في تلك البلدان يعني يوجد فقر، لا يوجد وسائل وقاية شخصية، لا يوجد طبعا وعي لدى سواء المواطنين اللي ذكرتهم اللي انصابوا، الأفراد اللي في المنزل، أو حتى الكوادر الصحية، إنه كيف يلبسوا وسائل الوقاية الشخصية وفوتوا على هذا الشخص. هاي مهمة جدا طبعا. يعني في نسبة إذن من الكادر الصحي أيضا نسبة لا تقل يعني عن 30-40% إصابات بين الكوادر الصحية طبعا. وهذا فعلا لأنه لما بصيب بين الكوادر يؤدي إلى عرقلة تقديم الخدمة الصحية طبعا، وعزوف الكادر الصحي اللي حدث هناك، عدا أنه هناك في طبعا مشاكل حدثت نتيجة يعني اللي صار، أنه أيضا تقديم الطعام للمرضى والأدوية صح. الأخرى صار في ضعف في الإمدادات، يعني سببت أزمة صحية في صح. تلك البلدان. يعني هو ما بدنا نخوف الناس، لكن هو فيروس خطير، يعني لازم نكون جديين جدا في التعامل معه. موضوع النظافة الشخصية دائما بنركز عليها، ما نستهين بأي خطوة من خطوات النظافة، خاصة غسل الأيدي مهم جدا طبعا. وإحنا بننصح طبعا بشكل عام لأن عدم السفر إلى تلك المناطق الموبوءة اللي ذكرناها، غينيا وسيراليون وليبيريا ونيجيريا طبعا تحديدا هذول الأربع دول. لكن إذا حدث أنه الشخص هناك خلينا نقول لزوم واضطرارية للذهاب، زي ما حكينا التقيد بغسل الأيدي، الابتعاد عن المناطق اللي فيها إصابات، عدم مخالطة الناس، كل هاي النصائح مهمة جدا، ومراجعة وزارة الصحة مديرية الأمراض السرية لأخذ النصائح اللازمة، هاي مهمة جدا. لأنه مثلا حتى لدول إفريقيا في هناك بعض الدول فيها الحمى الصفراء بنعطي مطعوم، بنعطي علاج وقائي للملاريا بالضبط، يعني هاي قواعد عامة مهمة للي بسافر إلى تلك الدول، أخذ التعليمات اللازمة من وزارة الصحة. ممتاز، مشكورة جهودكم دائما بوزارة الصحة دكتور محمد العبد الله مدير الأمراض السارية والمعدية. شكرا.